المواقف، مواقف السيارات هي جزء رئيسي من العملية المرورية والزحمة الموجودة. يعني خلنا أعطيكم مثال بسيط، أبنائنا الطلاب في كل الكليات والمعاهد والجامعات شبعوا فواتير مرورية، وين راكب سيارته؟ ماكو زحمة، سيارات حوالين المعهد أو الجامعة متجمعين، واخذ فواتير عليهم مخالفات، مخالفات يعني الطالب هذا بيروح يلحق على الحصة مالته ومو قادر يوقف سيارته بأي مكان وشبعوهم مخالفات. فأنا أعتقد كل هذا محتاجة أن الدولة أن تعيد ترتيب هذه الأوراق في الأماكن، هذه الأمور في الأماكن المزحومة. مثال على ذلك لو تسجل وتحط كيفان الحين، لو تروح كيفان الحين روح شوف الزحمة الموجودة، على الأقل مواقف متعددة الأدوار، على الأقل في وسائل أخرى، يمكن في الشويخ شوية أهون باصات تنقل الطلبة من موقف السيارات إلى مواقعهم في هذا الأمر. فبالتالي إن الحكومة صراحة ما قاعد تفكر في هذه الأمور. لو تشوفون الطلبة تسوي استبيان اليوم في المجتمع الكويتي راح تتفاجأ بحجم المخالفات المرورية على أبنائنا الطلبة في المعاهد والكليات وجامعة الكويت وكيفية الخروج من هالمأزق هذا. هذا يعني جانب كبير جدا في هذه القضية. لذلك احنا اساسا يعني خلينا نقول بنينا على شيء واحد، تبني البناية وتبني المنشأة بعدين تقول والله وين المواقف. ماكو تخطيط حقيقي موجود في دول الجوار، حتى دول الجوار ما تبني العمارة إلا كل واحد عنده موقفين سيارة، مو واحد بالشقة أو بالشارع أو ما شابه ذلك. فإذا محتاجين تخطيط عام شامل يشخص القضية ويتكلم عن إصلاحات حقيقية لهذا الأمر. لذلك إحنا محتاجين إلى وقفة حقيقية للوقوف على هذا الأمر بخصوص الازدحام المروري.